بحكم حجم الوزارة وكبرها وتعددها، لاحظت لقيت حالة غريبة، دخلوا في عقود حقيقة بها مؤشرات فساد كبيرة، مليارات الدينار. لما أجيت وزير أنا يعني عندي معلومات أنه أنت بديت تراجع الكثير من القضايا، الكثير من العقود. أكو عقود لقيتها يعني لا قيمة لها، وبالتالي أنه هي مجرد هدر أموال وصار التحقيق بها وطلعتها من الخدمة بالمرور، بالجواز، بالجنسية. أكو أمور مثلاً، قد مثل أكو عقد مع المتفجرات قبل ما أجي أنا، دخلت بين نزاهة ونحكمه من جابد استوردوا الأجهزة مع كشف المتفجرات. يعني حتى مدير عام مكافحة المتفجرات حكم سنتين ثلاث سنوات وطرد. هاي أكو عقود مكتشفة. بحكم حجم الوزارة وكبرها وتعددها، لاحظت لقيت حالة غريبة، اللي هي أكو عقود ما تمر على الوزارة، لأن عقود للوزارة ما تمر على الوزارة، ما تمر. أكو موازنات مستقلة تختلف عن وزارة الدفاع. الداخلية من تصدر بها تصدر 18 موازنة، كل قيادة الشرطة لها موازنة مالية، شرطة الاتحادية لها موازنة، الحدود لها موازنة. فكان عندنا عقود في قسم من هاي المفاصل اللي ذكرتها باعتبار عندهم موازنة مستقلة، دخلوا في عقود حقيقة بها مؤشرات فساد كبيرة، مليارات الدينار. نعم، في بداية تسنم فتحتها والدائرة القانونية باعتبار الأوليات مع المكتب المفتش العام الملغي آلت إلى الدائرة القانونية، وقدرنا أن نفتحها ونوثقها ونبوبها ونرفعها إلى هيئة النزاهة الاتحادية. رفعناها بعد انتهى دورنا، احنا هي راح تقوم بواجباتها بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الهدر بالمال العام. زين، يعني انت الآن خلي أتحدث عن السنتين اللي انت قضيتها كوزير للداخلية، وحتى لأنه هذه الحقائق راح تبقى ثابتة على لسان وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي. الملفات التي كنتم ترفعونها لهيئات الرقابية وهيئات النزاهة، كان هنالك اهتماما بها؟ هل كان هنالك اختزالا واحتراما للوقت ولأهمية هذه الملفات وبالتالي تمشي بسرعة لو العجلة مو زينة مرة؟ قسم منها اللي مستمرين معنا في الوزارة دزوا عليهم، وقد إزت لجان شافتها اقتنعت، واللي ما اقتنع استمر التحقيق. قسم صدرت مذكرات استقدام، واللي طالع من الوزارة ما نعرف بعد، دزوا عليه جاء يوم متقاعد أو نقل لغير مكان ما نعرف به، ما تابعنا الموضوع لأنه طلعت من خانتنا تماما.